كولا ديفيا، أصغر أنواع القطط. سنور صدى الأرقاط، والذي يعرف أيضاً بالقطط المرقطة بالصدى أو كولوديفيا، هي واحدة من أصغر أفراد فصيلة السنوريات وأصغر القطط البرية في العالم. لا تعرف سجلاتها التاريخية إلا من الهند وسريلانكا. في عام 2012 تم إدراجها في قائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض لأنها منتشرة في مناطق متفرقة. القط الصدى له فرو قصير رمادي مائل إلى الحمرة على معظم الجسم، مع وجود بقع صدئة على الظهر والجوانب، وتوجد 4 خطوط سوداء فوق العينين، ويمتد 2 منها على الرقبة. هناك 6 خطوط داكنة على كل جانب من الرأس، تمتد على الخدين، الذقن والحلق والجانب الداخلي من الأطراف والبطن أبيض اللون، مع بقع بنية صغيرة، وله شريط لون لونه صدى على الصدر، كما أن الكفوف والذيل رماديان متماثلان. سنور صدى الأرقط هو أصغر القطط البرية في آسيا، وتتنافس قطط ذات الأرجل السوداء باعتبارها أصغر قط بري في العالم، حيث يزن 0.9 إلى 1.6 كيلوغرام، ويصل طوله من 15 إلى 48 سنتيمتراً مع الذيل فقط، حيث يبلغ طول الذيل الكثيف نصف طول الجسم. توزيع هذا القط مقيد نسبياً في سريلانكا والنيبال والهند. كان يعتقد منذ فترة طويلة أنها محصورة في الجانب الجنوبي، لكن السجلات أثبتت أنها موجودة في معظم أنحاء البلاد. لوحظ في منتزه غير الوطنية بالشرق كجرات. لا يعرف سوى القليل جداً عن البيئة وسلوك القطط ذات النقط الصدئة في البرية، في الغالب ليلية، ولكنها نشطة أيضاً لفترة وجيزة خلال النهار. شهدت العديد من الأفراد يختبؤون بين الأشجار والكهوف. تتغذى بشكل أساسي على القوارض والطيور، ولكنها قد تصطاد أيضاً السحالي والضفادع والحشرات. يصادون في المقام الأول على الأرض، ويقومون بحركات سريعة ومندفعة للقبض على فرائسهم دائماً، ما يختبؤون في الأشجار للهروب من الحيوانات المفترسة الأكبر حجماً. يحدد كل من الإناث والذكور مناطقهم بالرائحة عن طريق رش البول. اعتباراً منذ عام 2010 أصبحت تعداد هذه القطط من المحميات 56 فرداً في 8 مؤسسات. تم الاحتفاظ ب11 فرد منهم في حديقة حيوان كولومبو في سريلانكا، و45 فرد في 7 حدائق حيوانية في أوروبا.